أول جريدة عراقية حيث سبق العراق العديد من دول المنطقة بممارسة العمل الصحفي البناء. ثم أنتقل إلى قناة الرشيد والزميل حول حفل اليوم اللي أقمتوه والهدف من عنده واليوم ما هي رسالتكم للصحفيين البصريين؟ نور وهذا الحفل امتداد الاحتفالية الكبيرة اللي صارت في بغداد واللي أساسا حضرتها كل الفروع وحضرتها وفود عربية وأجنبية. احنا بالحقيقة يعني هاي اسميها حركة نشاط وتكريم زملائنا الصحفيين والاعلاميين اللي قدموا خدمات كل الجليلة بهاي المدينة. حبيت انا هم لم شمل وايضا نحتفل بهاي المناسبة. استاذ صفاء، اول شيء بداية رأيك في هذا الحفل قيمة اليوم، وهل تعتقد اليوم الصحافة اصبحت مؤثرة في الشارع المصري او الصحافة المصرية اصبحت مؤثرة وتؤثر على قرار المسؤولين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اولا نبارك لصحفية البصرة ولنقابة الصحفيين عيدها 154. هذه المناسبة التي قد تكون هي احدى المناسبات العتيدة في الدولة العراقية. نعم، الصحافة اليوم هي السلطة المؤثرة على جميع مفاصل العمل كقطاع عام، وخصوصا المسؤول والمتبني للأحداث يجب ان يكون تحت أن يتبنى النقد الإيجابي، وهذا النقد الذي من شأنه أن يبني الدولة ويبني مؤسسة ممكن أن تكون هذه المؤسسة تقدم الخدمة للمواطنين وكذلك لجميع طبقات المجتمع. لذلك فالصحفي هو الأداة لنقل هذه الإيجابية، ويجب على كل المسؤولين تقبلها بكل روح وسلاسة. طارق، اليوم إلى أي مدى تشوف الصحافة البصرية أثرت في الساحة العراقية وتحديدا في محافظة البصرة؟ نعم، بكل تأكيد يعني ميدانيا الصحافة البصرية أثرت بشكل كبير، وأن هناك بعض المنغصات، بعض الأمور اللي تعيق عملنا كمراسلين ميدانيين، لكن يعني قياسا بالمراسلين الآخرين ببقية المحافظات المراسل أو الإعلامي البصري كان له أثر كبير في تغيير كثير من الأمور في مدينة البصرة، وبالتالي أصبحت كلمة للمراسل للصحفي البصري لدى الحكومات المحلية، وأصبح الجميع يعني يهاب الصحفي البصري على اعتبار أن كلمته أصبحت مسموعة. هي الاحتفالية مهمة جدا لأن فيها دعم جدا للمراسلين الموجودين واللي يعملون في الميدان اللي يستحقون بكل صراحة التكريم، ليس فقط المراسلين وإنما الإذاعات الموجودة في محافظة البصرة اللي لها دور بارز جدا في تغطية الأحداث، ولا ننسى أنهم دائما موجودين في الحدث ويغطون الأحداث الموجودة في محافظة البصرة. كنقابة صحفيين وصحفيين مؤثرين في الشارع البصري، نعم الصحافة مؤثرة في الشارع البصري، قدرت أنه توصل أصواتها من خلال مواقفهم الثابتة والمتماسكة. كثير من المواقف اللي حثت بدون ذكر الأماكن اللي حثت بها استصغار من الصحفي أو حجم الصحفي أو عمل الصحفي، فكان أنه رد الصحفي مؤثر جدا بتعاونهم مع زملائهم كلهم قلبا وقالب واحد. يعني حفل جميل جدا أقامته نقابة الصحفيين العراقيين فرع البصرة، وتشكر على هذا الحفل. هو يعني الحفل ربما نعتبره اهتمام للصحفيين الميدانيين، دافع معنوي لهم لتقديم المزيد لخدمة البصرة وأهل البصرة حتى نقدم أكثر. واليوم يعني هذا درع تقديري من قبل النقابة يزيدنا أكثر عمل وأكثر همة من أجل تغطية النشاطات في مختلف محافظتنا العزيزة. شكرا للاستضافة.